بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأفضل أن يقول الإنسان أنا سلفي أم يكتفي بقوله أنا من أهل السنة والجماعة؟ لا فرق بين القولين، فارفعوا رؤوسكم بقولكم أنا سلفي، كلاهما بمعنى واحد، السلفية السنة الأثر الحديث، مسميات لمسمى واحد. والسلفيون أهل الحديث أهل الأثر، أسماء لمن كان على الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا وعلى فهم السلف الصالح فيما أشكل عليه من ذلك. نعم.